برشا ناس تخاف وتهرب من التلقيح لأنهم باقين يسوقلو في شاعة غالطة، وأنا زادة كنت كيفهم. لكن اليوم بعد ما فقدت أعز الناس ليا، خديت تليفوني قريت بابا وامي وبعد مديدة عيطولهم ولقحوا، والحمد لله تهنيت عليهم، ولاو يخرجوا ويمارسوا في حياتهم العادية من غير حتى خوف، أما بالطبيعة مع احترام البروتوكول الصحي من لبسين الكمامة لغسلين اليدين والتباعد الجسدي. حتى انتي كانت تحب تكون كيفي وتنقذ العزيز عليك، ما عليك كان تبعت ميساج على نجمة 2021 تيز وتتبع المراحل الكل، تنصح صاحبك جارك زميلك باش يقيد، وهكيك ترجع بلاد تقف على ساقيها وترجع فيها الروح ويدور اقتصادنا ونرجع لحياتنا الطبيعية. وفي الاخر من نجم نقولكم كان لقحوا بالحق، لقحوا اي لقحوا، وحطوا في بالكم اللي شدوا وتزول، وربي يخليكم العزيز عليكم ويرحم منهم لتوفيوا.